عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. فيديو جديد من اللعبة الرائعة Call of Antti. اليوم راح نشرح لكم حرب التحالف بالمختصر الممل. تمام؟ إذا ما عندك شغل جيب لك كاسة شاي ورقة وقلم علشان تكتب المعلومات. بدي إياك تطلع محترف بحرب التحالف بعد هذا الفيديو. تمام إخواني؟ علشان ندخل على معركة التحالف لازم نكون ضمن تحالف. نجي نضغط على هاي الكبسة اللي مكتوب عليها Aliens بهذا الشكل. هاي هي صفحة التحالف مثل ما تشوفون. نفوت على هذا القسم اللي تحت البرج اللي مكتوب عليه Aliens War بهذا الشكل. مرحلة التحالف تتطلب 24 ساعة. لازم خلال هاي 24 ساعة تدخل وتسجل انه بدك تشارك بهاي المعركة. كل تحالف عنده فوق الثمان أعضاء تسجيله يعتبر مقبول بهاي المعركة. مرحلة التحضير وتبدأ المعركة تجي تضغط على انتر بهذا الشكل. مثل ما تلاحظوا هون عندك 5 ميادين للمعركة. كل واحد من هاي الميادين فيه له ميزات. فأنت تختار شو هو الميدان اللي بدك تتمركز فيه أنت وقواتك. نقرأ لكم ميزات هاي الميادين. طبعا هاي الميادين الخاصة فينا وهاي الميادين الخاصة بالتحالف الخصم. نشرح لكم اياه واحد واحد. ميدان المعركة الاول اللي هو هذا بيعطيك زيادة قوة الاسلحة والرون بنسبة 50%. شو هي الاسلحة والرون؟ هاي هي الاسلحة. هذا سلاح بيزيد لك قوته بنسبة 50%، وهذا الرون كمان بيزيد لك اياه بنسبة 50%. فإذا عندك رون وأسلحة هذا الميدان كويس، مركز بهذا الميدان. إذا تحب تزيد قوة الرون وقوة الأسلحة فتمركز بهذا الميدان. ميدان المعركة الثاني اللي هو بالوسط، هذا يخفض لك ضرر أقل من 80% عن كل الأبطال. هذا الميدان إذا مثلا قواتك ضعيفة، إذا مثلا أبطالك ضعيفين اختار هذا الميدان وتمركز فيه، راح يفيدك بالمعركة. ميدان المعركة الثالث هذا اللي على اليمين آخر شيء، هذا يقلل مدة الباف والدي باف لجميع الأبطال. نحن نعرف كنا نعرف الباف اللي هو يعني بيزيد القوة ويخفف الضرر اللي جاي من عند الأعداء. ميدان المعركة الرابع اللي هو هذا اللي على اليسار، يزيد هجوم الأبطال بنسبة 1% عند خسارة واحد من نقاط الصحة. يعني إذا عندك واحد من الأبطال خسر واحد من نقاط الصحة بيزيد لك الهجوم بنسبة 1%. ميدان التحالف الخامس معنا اللي هو آخر ميدان اللي على اليمين بالصف الثاني، هذا الميدان يعطي كل الأبطال لمرة واحدة واحدة من التأثيرات كل جولتين. يعني هجوم بنسبة 50% أو دفاع بنسبة 50% أو ضربة حاسمة بنسبة 10% أو زيادة الطاقة بنسبة 10% أو علاج بنسبة 50%. يعني فرصة، يعني يعطيك فرصة واحدة كل جولتين يعني أنه تحصل على واحدة من هاي التأثيرات. فهذا الميدان اللي عندهم أبطال أقوياء، هذا الميدان راح يختاروا هذا الميدان. تمام أخو. نجي على مرحلة المعركة. مرحلة المعركة الأولى راح تعطيك 3 فرص إنه تقدر تهجم فيها بالمعركة. بعد ما تخلص 3 فرص مثل ما تشوفوا هذا الصندوق بعد ما تخلص 3 فرص راح تحصل على هاي الهدايا من الصندوق. يعني تجي بهذا الشكل تروح تهجم على الخصم. هون كاتب لك إيجاد خصم، يعني راح يختار لك خصم من عنده. فأنا أفضل إنه أنت تختار الخصم، يعني شوف لك خصم إنه حسب قوتك، شوف إذا الخصم يعني مثل قوتك أو أقل أو أكثر اختاره. بعد ما تخلص 3 مرات الأولى
بدك تنتظر 12 ساعة حتى تجيك ثلاث مرات ثلاث نقاط طاقة أو ثلاث فرص للهجوم مرة ثانية، يعني بعد 12 ساعة. فبالهجوم راح تحصل على النقاط، النقاط هاي هي النقاط مثل ما تلاحظوا. احنا خسرانين ما بعرف، تحالفنا ضعيف، انا يمكن اغير هذا التحالف. شباب اذا تحبوا بعمل لكم تحالف اكتبوا لي بالتعليقات لحتى بعمل تحالف واجيبكم معي، تمام اخواني؟ انه هذا التحالف الصراحة ما عجبني. هاي هي النقاط، التحالف اللي حاصل على اكبر نقاط هو اللي راح يفوز. طبعا اذا هجمت اول مرة، إذا هجمت بأبطالك المفضلين أول مرة، إذا كان تحالفك من فئة الجولد أو أكثر، يعني إذا كان مصنف على أنه من فئة الجولد، الأبطال اللي هجمت فيهم أول مرة أول ثلاث مرات يعني ما بيحق لك تهجم فيهم مرة ثانية. فمثل ما تلاحظوا شوف كاتبين هذول هن الأبطال اللي أنا أفضلهم، كاتبين نوت ألويد يعني غير مسموح. ليش؟ لأنه أنا التحالف اللي أنا فيه من فئة الجولد، يعني الرانك فيه يعني تقييمه جولد، إذا كان أقل من جولد يحق لك تهجم فيهم. فنصيحتي لك إذا تحب تهجم معارك التحالف حاول تحضر خمس أبطال ثانيين لحتى تهجم فيهم بالجولات الثانية، يعني يكون عندك 10 أبطال مفضلين بدل 5. مثل ما حكيت لكم الأبطال اللي هجمت فيهم بالأول يعني ما راح يقل. ليش؟ لأنه أنا تحالفي مصنف بفئة الجولد، فراح اختار هذول الابطال الثانيين علشان اهجم فيهم. انا هجمت بلايزا، ايه هجمت فيها، ما عندي بطل معالج هيك بهذا الشكل. حط على ستارت، تقدر تهجم تلقائي بس يفضل انك تهجم يدوي. مثل ما تلاحظوا خسرت لكن حصلت على 13 نقطة للتحالف، يا سلام. تمام اخواني، اذا تحبوا بعمل لكم تحالف وتجوا تنضموا معي اكتبوا لي بالتعليقات، تمام؟ اذا شفت تعليقات كثير، اذا شفت في تعليقات كثير بدكم، يعني اذا شفت كثيرين بدهم ينضموا للتحالف اللي بدي اعمله راح اعمل تحالف كرمالكم. هاي هي الجوائز اللي راح تحصل عليها من معركة التحالف. هاي الجوائز للفائزين من فئة السيلفر، طبعا اذا كان تحالفك سيلفر راح تحصل على هاي الجوائز، حتى اذا خسرت راح تحصل على جوائز ترضية، كمان راح تحصل على جوائز ترضية اذا خسرت. كثير حلو، يعني اذا كان مثلا رانك التحالف عندك جولد راح تحصل على هاي الجوائز، دايموند وعندك الليجند اخر شيء، طبعا جوائز الليجند احسن شيء، كمان راح تحصل على جوائز ثرية. تمام اخواني، كان هذا فيديونا اليوم عن حرب التحالف بلعبة كول أوف أنتي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا حطونا لايك، ولانك مهتم لامر لهاي اللعبة، ولانك مهتم لامر هاي اللعبة لا تنسى تشترك معنا وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد بخصوص هاي اللعبة. وبالنهاية اخواني اذا ما فهمتوا شيء اكتبوا لي بالتعليقات، يعني انا اخوكم يعني جاوب على كل التعليقات. اذا اللي ما فهم شيء اكتب لي بالتعليقات، تمام؟ ولا تنسوا توصلنا هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات، واذا في عندكم اصدقاء مهتمين لامر هاي اللعبه لا تنسوا تعملون شير للفيديو. وبالنهايه بتمنى لكم اطيب الاوقات، كان معكم اخوكم باسل من قناه محترف جيمر، والسلام عليكم.